النبي صلوا عليه صلوات الله عليه وينال البركات كل من صلى عليه مُمْكِنْكَنْ diri ini dapat berjumpa Nabi di surga nanti menjadi umat Nabi yang diakui disayangi dan dicintai juga mustahil bagiku menggapai ridho ilahi tanpamu Nabi. Engkau panutan kami ya Muhammad Rasulullah ya على النبي محمد النبي صلوا عليه صلوات الله عليه صلوات الله عليه وينال البركة كل ما صلى عليه كل ما صلى عليه النبي صلى عليه صلوات الله عليه صلوات الله عليه وينال البركة كل من صلى عليه كل من صلى عليه مُمْكِنْكَنْ diri ini dapat berjumpa Nabi di surga nanti menjadi umat Nabi yang diakui Rasulullah ya Habibi.
صلي وسلم وبارك عليه وعلى آله.